اول يوم استخدم السقايه اللي هي الاوتوماتيك دي، خزان 6 لتر. الحمام مش عارف يشرب فيها، الحمام مش متعود على الفتحات دي، مش شايف الميه خالص، رغم ان الحمام عطشان جدا جدا اهو، لكنه مش متعود عليها، ما يعرفش ان دي فيها ميه. طيب انا هحاول كده ان انا اعلمه، احاول ان انا اعلمه ازاي. اشوف كده، هجرب الطريقه دي. ده اللي انا بملى بيه ميه كل يوم، يمكن يكون الحمام عارف ان ده بتاع الميه، فانا هعمل كده، هعمل ان انا بحط ميه هنا، هيجي الحمام يشرب، يمكن يعرف ان هنا ميه. بقى كان الحمام يشوفني وانا بحط الميه، مفيش حمامه انتبهت للميه. الحمام اكل في الاكاله اهو الاوتوماتيك اللي احنا جبناها، برضو الاكاله الخشب دي، لكنه لسه ما شربش ولا نقطه ميه. انا سايبه من غير اي ميه عشان نشوف هيتعود ولا لا. شوف الحمامه بتبص اهي، لو حمامه واحده شربت كل الحمام هيشرب. اول واحده بدات تشرب اهو من المكان اللي انا حطيت فيه الميه اهو. شوف ازاي كده الحمام هيبدا يعلم بعضه، ان شاء الله بتشرب الثانيه اهو. لكن الموضوع خد حوالي ساعه، حمامتين بس اللي شربوا لحد الان. بتحاول، دي بتحاول اهو توصل للميه، لسه مش عارفه. دي واحده كمان جت تشرب، يبقى دي تالت حمامه. بس يا رب الحمام بقى الحمام يشوفها. ايوه هيتعلموا، يعني هيتعلموا، الواحد ما يقلقش، يعني مش قلقان يعني الحمد لله. لكن بس انا عايز اوري لك عشان برضو تبقى ايه عارف ازاي لو جبت سقاية زي دي ما تبقاش قلقان. يعني انا عارف ان في مية بيشرب اهو، بسم الله ما شاء الله. بيشرب اهو ما شاء الله. ايوه هي دي اللي انت شربت منها. مش فاكر ولا ايه، متعود على المساء الفخار الحمام، مد دماغه اهوت وشرب، اتعلم والحمام بيبص عليه. لكن لو حطيت لهم ميه في مساء تانية مش هيشربوا خلاص، عمرهم ما هيتعلموا، لازم اسيبهم كده. ايوه اهو بشرب. طيب انا هجرب حاجة برضو علشان بقيت الحمام، في حمام شرب وفي حمام ما شربش، هعمل ايه في المحاولة التانية عشان الحمام يتعلم. انا برضو معايا جيركن اللي انا بملى بيه المية اهو، وهكب من فوق كده عليها شوية مية، بحيث ان هو يشوف المية دي، يجي يشوف المية دي جاية منين. الحمام هيجي يشوف المية دي جاية منين اهو، هيحاول يشرب من المية اللي وقع. الحمام عطشان، تتلم على المية، ده اللي مطلوب. ربما حمامة بعد حمامة هتمد دماغها لجوه بالطريقة دي، الحمام هيبدأ يستكشف السقاية ديت فيها المية فين. بالفعل الحمام كله اتلم على نقطتين المية اللي بره، وهيحاول يستكشف المية جاية منين. هو طبعا هيشرب في المية اللي هي واقعة بره، ما تكبش مية كتير، نقطتين بس، ان هو نقطتين المية دول مقصود منهم ان هم يجذبوا من الحمام، يجي يستكشف المية، يشوف المية فين عشان يحاول يشرب منها. بالفعل الحمام كله اتلم حوالين المية، لكنه لسه مش قادر يوصل لمكان المية الحقيقي. ما كنتش اعرف ان الموضوع صعب بالدرجة دي، يعني بيشرب من تحتها وبيستنى المية اللي هتنزل، بتقاله ان هي هتنزل مية تاني، لكن هي مش هتنزل. وصل للمية، الذكر الأسود ده بسم الله ما شاء الله، ذكر كبير في السن، أخيرا عارف طريق المية. الحمام عطشان ازاي؟ وهيشرب من الحنفية اهو. الحمام عارف ان في هنا مية، مع ذلك الحنفية مقفولة وعارف ان هنا مية. اللي عرفه ان في هنا مية هيعرف برضو ان دي فيها مية. الحمام بيتعلم يا جماعة، هيتعلم ان شاء الله. اسيبه شوية وكمان ساعة كده أبص على المية مرة تانية، هنشوف المية بعد ساعة. شوف العلامة اللي أنا سبتها دي، العلامة اللي أنا كنت معلمها من ساعة، دلوقتي المية هنا أهو، شايفين المية تتحرك أهي. يبقى كده الحمام شرب الشوية.
شوية دول بمقدار لتر، يبقى كده مش كل الحمام شرب، وانا كده عارف ان الحمام بيشرب حوالي 3 لتر، لكن في حمام شرب. دلوقتي العلامة اهي، احاول ازود المية من الفتحات دي بحيث ان المية تبقى هنا. هي المية دلوقتي تحت شوية كده لان الحمام مش متعود، عشان كده الحمام مش شايف. فانا احاول املى كده بالجيركن، الحمام اهو نزل على المية، هو هيشرب اللي بره دي وهيشوف، اكيد هيشوف المية اللي هي نازلة من جوه، فهيبدأ يشرب من المية اللي جوه ديت ان شاء الله. الحمام عطشان اهو جدا، فهنشوف برضو، اكيد اكيد هيشوف المية اللي هي نازلة من جوه، لان انا مليت له المية خالص من الفتحات دي، فاصبحت المية قدامه. ايوه بدأ يشرب من جوه اهوت، كده عارف ان جوه فيه مية. فلازم تبقى اول ما تستخدمها ان انت تملى دي مية. بدأ يعرف اهو يا جماعة، بعد محاولات كتير اخر حل ده، يبقى لازم انت تعمل كده، يبقى ده الحل النهائي. شفتوا ازاي انا تعبت على بال ما وصلت للفكرة؟ الفكرة ما بتجيش الا ما تحاول. هو عارف ان المية جوه هنا خلاص، ولو حاولت تكررها اكتر من مرة لحد الحمام ما هيعرف. لو جبت ازازة صغيرة وتحط جوه الحتة دي لحد الحمام ما يتعود عليها. انا هشوف ازازة دلوقتي صغيرة ان انا احط بيها المية بالداخل. عشان بيشرب جوه هو ما شاء الله، اهو بدأ يدخل دماغه ويشرب. حمام عارف الطريق المية. لما الحمام شرب راح يزقق زغليله، الحمام راح يزغط زغليله طبعا. لما شرب الحمام كان عطشان، دلوقتي فات حوالي ساعتين من ساعة ما الحمام أكل، وطبعا ما شربش مية. اللي بيشرب شرب، واللي ما عرفش مكانها ما شربش. يبقى هنجيب ازازه رفيعه كده ونملى من جوه تاني كده اللي ينقص، عشان الحمام يشوف الميه تاني لحد ما كل الحمام يتعود تاني. الحمام اللي ما شافش الميه ما يعرفش ان هنا ميه يشوفها. فحمام لسه برضو جاي يشرب. انا ملاحظ ان في بعض حمامه لسه عطشانه اهو، لسه تحس ان هي ما شربتش، لسه شربت شافت الميه. كل ما تنقص شوية بإزازة كده رفيعة عشان تعرف تدخلها من الفتحة دي وتكمل المية. أول يوم بس، أول يوم، تاني يوم يعني إيه هيعرف أهو، زي ما حضرتك شايف كده على بال ما يتعود. بس أهو عارف طريق المية. يعني الأفضل الإزازة الرفيعة دي عشان مفيش مية تنزل على الأرض، يقوم الحمام يتعود بسرعة، لأن لما بيشوف المية اللي على الأرض بيروح يشرب منها. تحاول ما تنزلش ميه على الارض، تنزل الميه، تدخل الميه في الفتحه دي على طول كده. لو هو شرب وشبع من بره مش هيبص للميه اللي جوه. فكيت منها الجزء ده وحطيتها كده بالشكل ده، اخر حاجه عملتها يعني. حطيت اللي بتمسقة فخار كده بالشكل ده، حطيتها وحطيت كده. ليه بقى؟ ليه كده؟ علشان يكون قريبة من عين الحمامة، الحمامة تقدر تشوف المية اللي جوه. حطيت المية من غير الخزان، حطيت شوية مية كده من غير الخزان، الحمام يسمع صوت المية وانا بحط، ويشوف ويتعود على شرب المية من الفتحات دي. لا
لما يتعود على شرب الماء من الفتحات دي، ده اخر حاجه بعملها بقى خلاص. هبقى احط ايه، املى الخزان واحطها، وده اخر حاجه طبعا. ده تاني يوم، تاني يوم احنا نسقي الحمام. بس انا شايف ان في معاناه كبيره جدا ان الحمام يوصل للميه. هو الحمد لله الحمام صبح النهارده شارب الميه، لسه مازال بيدور على المسقى الفخار اللي هو متعود عليها. ودي اخر حاجه عملتها، هو الحمام شرب طبعا بالطريقه دي. هملى الخزان بتاعنا واركبه، وكده يكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو ما كنتش مشترك فعل زر الجرس علشان يوصلك تاني فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.